احنا كنا كان القصف شغال كنا في دارنا، بعدين انا حكيت لماما صحيتها كانت صاحيه، حكيت لها بدي اروح على الحمام، حكت لي روحي، فجاه بلاقي كل الحيطان الحمام وقعت فوقيها وكل البراميل فوقيها. شوف يعني مش مخلينش انا هالكيس ساكن غاد، خشت على ابني الرصاصه من الشباك، الحين اخذك تصورها، خشت وخزقت الخزانه ورجعت عليه على التخت.